عالم المعلومات، طريق المعرفة. نبتة البابونج أو الكاموميل، الزهرة اللي بتتبع الأعشاب الطبية، صاحبة الفوائد الكتير والمهمة للجسم، زيها زي كتير من الأعشاب الطبية اللي الأطباء بتستخدمها في علاجات كتير. بتنفرد البابونج بفوائد خاصة بيها جداً هنعرفها في حلقة النهاردة. الكاموميل أو البابونج هو الاسم الشائع لزهرة الأقحوان المعروفة بفوائدها الكتير، وكمان شكلها المميز وريحتها النفاذة اللي بتدخل في الصناعات العطرية. وزهور الكاموميل تم استخدامها من أيام الفراعنة وكمان الإمبراطورية الرومانية، وتم زراعته على نطاق أوسع في العصور الوسطى لأن كان بيتم الاعتماد عليه في الطب الشعبي وخصوصا في علاج الأطفال. فوائد الكاموميل أو البابونج لا تعد، فكوب واحد من شاي البابونج يمكن أن يقدم لك الكثير من الفوائد للبشرة والشعر والجسم عامة، فبيتم تكفيفه واستخدامه كعشب طبي، وحاليا بيدخل في صناعة بعض الأدوية المعالجة لنزلات البرد واحتقان الحلق، ويستخدم كمشروب دافئ لذيذ فنكهته لذيذة بتشبه الفواكه. بيطلق على البابونج مشروب الفراش لأنه عنده القدرة على التخلص من الأرق لأي شخص بيعاني منه، وبيعمل كمهدئ، ومجرد ما الشخص بيشرب منه كوب بيحصل على قسط من النوم الهادئ بدون كوابيس. ده غير انه مفيد جدا في حالة القلق لانه بيعمل على تهدئة الاعصاب، ويفضل اننا نشرب مشروب البابونج الدافئ قبل النوم بساعة. من اهم فوائد البابونج هو قدرته على تحسين المناعة، فاظهرت الدراسات ان المداومة على شرب شاي البابونج يعتبر وسيلة كويسة لتقوية المناعة، وبيحمي الانسان من امراض اهمها نزلات البرد والانفلونزا، وبيعمل على تهدئة السعال. يعتبر البابونج مفيد كمان للاسنان لانه بيخفف من الالام الاسنان والام اللثة عن طريق الشرب أو الغرغرة، لأنه ليه خصائص مهدئة ومسكنة ومضادة للالتهاب. البابونج أو الكاموميل من أشهر المواد اللي بتضاف لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة لأنه بيغذيها وبيرطبها. البابونج بيعالج الصداع وبيعتبر علاج رائع لتهدئة الصداع، فكوب من شاي البابونج بيقدر يخلصك من ألم الصداع النصفي لتأثيره المهدئ والمسكن للألم. كمان بيساعد البابونج على زيادة القدرة على التركيز لأنه بيهدي الأعصاب وبيخلص الجسم من التوتر، فبيزيد من تركيز الشخص، وبيعالج فرط نشاط الأطفال، بس الأمر ده بيتطلب مراجعة الدكتور لأن في دراسات لفهم فعالية الكاموميل أو البابونج في تركيز الأطفال. ونيجي لطريقة إعداد البابونج بشكل سليم عشان نستفيد من البابونج بشكل سليم. أولا يفضل أننا منغليش الزهور في المية علشان الفوائد ما تخرجش منها، والأفضل أننا نصب المية المغلية فوقها وبعدين بنصفيها ونغطيها من دقيقة لثلاث دقايق. كان معاكم رشا رجب.